واش عارفه معاناه ديال مرضى السرطان بعدا باش تدعي على الناس؟ واش موجوده لهم شي سبيطارات فين يداووا هاد الناس؟ واش موجوده لهم شي سيارات الاسعاف باش نديوهم؟ واش موجوده لهم شي حاجه اللي يرتاحوا فيها؟ اش موجوده لهم باش تدعي عليهم السرطان؟ واللي غيخليني ديزلايك الله يعطيه السرطان بسرعه. اللي كالزا كتباها عليهم كتقول لهم درت وكنلوم حتى المغاربه اللي كيعاونوا بحال هذا الشكل. علاش تعاونوهم؟ علاش تصيفطوا لهم فلوس؟ اجيو للسبيطارات ديال السرطان ديال مرضى السرطان وتشوفوا. واللي غيدير ديسلايك اللهم انزع على يعطيه السرطان ويعطيه المرض الخبيث ويخرج من وجهه ليا. لا فيه نفس ما يدور في القناه ديالنا البدويه. صراحه انا ملي كنتفكر ولا شي حد كيفكرني في المعاناه ديالي ما اش غادي نقول لك؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله حقوق الانسان. وان شاء الله عاوتاني غنديروا نهار اثنين ثاني شكايه بهاد امهم ناعمه. ما يشرفنيش انا نقول لها امي، حيت امي بزاف عليها والامهات المغربيات بزاف عليها تتكون ام. ان شاء الله نهار اثنين غادي نديروا شكايه. اش غادي نقول هذيك السيده؟ هذيك السيده طخات بزاف، كاينه هي وكاينين العداد. حنا نهضروا عليها هي بعدا، هي اللي طلعوها المغاربه، والمغاربه دارت من اليوتيوب، دارت الدار، دارت الطوموبيل، دارت في الاخر ولات كتدعي على الناس بالسرطان. واش عارفه معاناه ديال مرضى السرطان بعدا باش تدعي على الناس؟ واش موجوده لهم شي سبيطارات فين يداووا هاد الناس؟ واش موجوده لهم شي سيارات الاسعاف باش نديوهم؟ واش موجوده لهم شي حاجه اللي يرتاحوا فيها؟ اش موجوده لهم باش تدعي عليهم السرطان؟ بانوا لك الناس ديال السرطان مطفرينو حشومه. هاد السيده خصها ياخذوا معها الاجراءات. عينا داك المره نزار ناض عير، هو وهذيك ندى حسين هادو عيروا مالين السرطان. اليوم ناضت هاد مو ناعمه، غدا ينوض واحد اخر. اش داروا لكم مرضى السرطان؟ داكشي اللي فيهم يكفيهم، داكشي اللي فيهم بارك عليهم. ادعي على المغاربه بالسرطان حيت هما اللي وصلوك. اما انا كنبغيهم دابا يسينيالي ليها القناه ديالها وترجع تطلب كيف ما كانت. اللي كالزا كتباها عليهم كتقول لهم درت وكنلوم حتى المغاربه اللي كيعاونوا بحال هذا الشكل. علاش تعاونوهم؟ علاش تصيفطوا لهم فلوس؟ اجيو للسبيطارات ديال السرطان ديال مرضى السرطان وتشوفوا المعاناه ديال بصح. في امكان ديالها هي تخدم صحيحه تبارك الله، راجل هكشي كيتعرجي جالس حداها حتى هو في امكان ديالو يخدم. جالسه هو يا امين امين امين، شنو حنا كيديروا لنا ديزلايك عادي؟ انت كصحفي ما كيديروش ديزلايك عادي؟ ديزلايك باش ندعي على الناس بالسرطان؟ اش غادي نقول لك؟ الله يعطيه لك ما تلقايش باش تداوي. واخا انا ما بغيتش ننزل هذاك المستوى ديالها، ولكن فحال هاد الناس خاصهم يتقطعوا من الجدر صراحه. اش غنقول لك؟ المعاناه اللي دوزت انا ما تبغيهاش العدوك صراحه. انا ملي كنتفكر ولا شي حد كيفكرني في المعاناه ديالي ما اش غادي نقول لك؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله. المعاناه كبيره، معاناه حتى الدعم النفسي حنا اللي كنخدموا عليه مع المرضى كيجيو بحال هاد الناس كيهدموا كيطيحوا لنا ديك المعنويات ديالنا حنا كمرضى كتطيح، والمرضى اللي مازال كيديروا الدواء حتى هي كطيح المعنويات ديالهم. هي معاناه كبيره، اصعب 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 زعما معاناه هي ديال مرضى السرطان. وكاينين زعما مرضى اخرين، ولكن السرطان ما تبغيش للعدو ديالك، ما تبغيش ليه السرطان. معاناه كبيره، وكنتمنى المسؤولين ووزاره الصحه انهم ياخذوا بالاعتبار ديال هاد المرضى ويساندوهم ويعاونوهم. راهم ساكن كيتكرفسوا، راهم حالات حنا كجمعيه، وانا انا كنحس بهم. راه حنا جمعيه تقهرنا، راه بغينا اللي يعاون هاد الناس. ما يجيوش للجمعيه يعاونوها، يمشيو يعاونوا الناس مباشره. راه الجمعيه راه من الترونسبور، من الدواء غالي، من بزاف الحوايج يعني. وتم الماكله اللي كياكلوا الناس ديال السرطان راه ماشي ماكله عاديه، راه كديري لاشيميو، خصك تجي تاكلي الحوايج اللي غيطلعوا لك المناعه. يعني صعيب، ما تبغيش العدوك، والله الله يهدي مخلق. اش نقول لك؟ النفسيه ديالتهم محطمه. انا عندي واحد السيده بن سليمان، الا وريتك الا قدرتي بغيتي الصوره ديالتها نشوف، والله تشوف الصوره ديال تحت من الباط ديالها فين عندها السرطان. ديجا كانوا قطعوا لها البزوله، والله ما تاكل الخبز. هادو هما الناس اللي خصنا ندعمو. شهرين وهي كتمشي لكازا، وكتجي كتمشي لكازا، حتى تواصلوا معايا شي اخوان قلت لهم راه غدا غادي نمشي عندها باش نعطيها باش تمشي للطبيب ونتبعوا معاها الحاله ديالها. عرفتي داكشي هكا خارج ليها من هذا. الا بغيتي نوريك الصوره ديالتها وتشوف المعاناه ديال بصح.
ما هاد امهم نعيمه واكله الفلوس كتجيها من برا، درتي الطوموبيلات، درتي الذهب اللي وليتي كتعيري به سيادك ولا نياتك، في الاخر وليتي تطغاو بزاف. علاش حنا ما نشجعوش اليوتيوبرز اللي كيديروا الماكله، اللي كيديروا الجلالب، اللي كيديروا الخياطه، اللي كيديروا بزاف الحوايج؟ علاش حنا كنشجعوا بحال هادو اللي في الاخر كيدوروا يعيروا في الاخر يعيروا المغاربه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي غادي نقول. اه ان شاء الله غادي ديجا درنا شكايه بنزار ونادى حسين، حد الان 6 شهور دابا ما تواصل معنا حتى حد، مع الاخ دريس ديال حقوق الانسان. وان شاء الله عاوتاني غنديروا نهار اثنين ثاني شكايه بهاد امهم نعيمه. ما يشرفنيش انا نقول لها امي، حيت امي بزاف عليها والامهات المغربيات بزاف عليها تتكون ام. ان شاء الله نهار اثنين غادي نديروا شكايه ونشوفوا عاوتاني شنو غادي يديروا معنا السلطات ان شاء الله. الجمعية التحدي والشفاء درتها من المعاناة ديالي، يعني معاناة ديالي كنت من كنت انا كندير الدواء وكنت كنشوف الناس كيموتوا حدايا، اللي كيطلب حدا باب السبيطار اللي ما عنده باش يكمل الدواء اللي هذا، وانا كندير لاشيمي ودرت هاد الجمعية. هاد الجمعية حنا كنديروا في اول حاجة كنديروا فيها الدعم النفسي والمعنوي، ثاني حاجة الدعم المادي، يعني راه الدوايات غاليين غاليين غاليين. يلا تواصل معايا. ودابا واحد السيد عنده في الشهر 32000 ريال اللي خصو يشري ديال الدواء، يعني حنا كنقدموا كنقدروا اللي كنقدروا عليه كنقدموه. حنا ما كرهناش نعاونوا كلشي مرضى السرطان، ولكن حتى حنا على حساب الامكانيات ديالنا، حيت حنا ما كناخذوا دعم لا من دوله لا من عند مسؤولين لا من حتى حاجه. عمرنا ما دفعنا لشي بلاصه باش ناخذوا الدعم، الا الاصدقاء ديالنا والصديقات ديالي اللي كيتعاونوا معنا. هادشي هو اللي كاين.